بصراحة تنظيم داعش الإرهاب يعلن أن تواجدنا الحالي تقريبا 1800 متر حاليا عن ناحية الزوية، وبدأوا يعني دائما هم ينشطون بالأزمات في حال حدوث أزمة مثلا في بغداد أو في يعني ترى تنظيم داعش يتحرك يعني بصعوبة في مناطقنا. حقيقة نحن في منطقة في ناحية الزوية نعاني الأمرين من تنظيم داعش الإرهابي، ليس لهجمات الكثيرة لكن تواجده مقلق للناس، مقلق للمواطنين. نطالب السيد قائد عمليات صلاح الدين بعملية عسكرية كبرى للقضاء على ما تبقى من ذيول هذا داعش الإرهابي الإجرامي، حتى نتمكن من إعلان النصر النهائي على داعش في حتى في جبل مكحول. بصراحة قبل يومين أو قبل 4 أيام يعني رأينا نشاط لتنظيم داعش الإرهابي في جبل مكحول، والحمد لله قامت قوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية بالرد عليهم، لكن يعني إلى متى تبقى مثلا جبل مكحول بؤرة لهؤلاء الأوباش؟ نريد أن نتخلص منهم بسهولة بطب معركة القوات الأمنية طبعا والحشد الشعبي وقوات الشرطة المحلية.